انا عندي روتين يوم الماتش بعمله قبل يعني كل ماتش الصبح لازم اعمل الروتين بتاعي. بفطر نفس الاكل، السناكس بتبقى هي، الاغاني اللي بسمعها هي، كل حاجه نفس المكالمات اللي بعملها. فبحاول احافظ على الروتين، بيساعدني ان انا احافظ على تركيزي يوم الماتش دايما. طبعا يعني يمكن هي الاصابات جزء من الرياضه. السنه اللي فاتت كمان ما كنتش محظوظ قوي، يمكن مراخيلي اتكسرت مع المنتخب، وبعديها مع المنتخب برضو صبعي اتكسر. فالسنه اللي فاتت كانت صعبه عليا. السنه دي يمكن بعد المرتبط بيوم عملت عمليه الزايده، الحمد لله على كل شيء، بس يعني ده جزء من الرياضه. والحمد لله ان انا كل اصابه برجع احسن من اللي قبليها، فان شاء الله العوده تكون كويسه. يعني يمكن الجمهور جزء كبير من الموضوع ده. يعني انا فاكر في ماتش المرتبط حتى لما كنت مش متاكد ان انا هرجع في ماتش الفاينل ولا لا، ونزلت في التسخين، يعني كان في شويه جمهور اللي مسموح بيهم في الصاله شجعوني جامد. ودي ناس ممكن ما تبقاش فاكره ان هي بتساعدني، بس الناس دي بجد هي الدافع ورا ان انا اتمرن وان انا اهل. التاهيل مش بيبقى احسن حاجه، مش ببقى ماسك كوره وكده، بس يعني هي الحاجات دي اللي بتخليني دايما بص لقدام وبص للبطوله والماتشات ان انا لازم ارجع احسن من الاول. لا الاثنين طبعا يعني مدارس مختلفه وحسب الفتره محتاجه ايه. يمكن كابتن احمد مرعي محدش يقدر ينكر اللي هو عمله مع المنتخب ومع النوادي واللي عمله في مصر في طفره الباسكتبول. ومدربين برضو الاجانب كويسين، يعني ليهم مدارس مختلفه، وما نقدرش نقول ان هم مش بيبقوا عارفين اللعيبه وكده، عشان هم اكيد جزء من شغلهم ان هم يتفرجوا على كل ماتشات الدوري وكل الماتشات مع بتاعه المنتخب. فيعني حتى في الكوره مدرب منتخب دايما اجنبي او معظم الوقت الفتره الاخيره ومنتخبات التانيه. فما نقدرش نقول ان سبب ان احنا ما نقدرش نجيب مدرب اجنبي ان هو مش بيبقى عارف اللعيبه، لا. لكن في مدربين مصريين كتير قوي، يعني حدث ولا حرج في مدربين مصريين وعملوا ايه مع المنتخب. فحسب الاتجاه، يعني اول حاجه ان احنا نفضل متجمعين مع بعض كتير، نلعب مع بعض كتير. معظم منتخبات بره وحتى في افريقيا دايما التوقف الدولي بيبقى هم عندهم معسكرات بره وبيتمرنوا مع بعض. عندنا الدوري طويل قوي، فيمكن من شهر 9 او 10 لغايه شهر 5 او 6، فبيبقى صعب ان احنا نتجمع وناخد على بعض. بس الموضوع ده بقى له اعتقد سنه او سنتين احسن كتير. الجيل الموجود دلوقتي كويس جدا، يمكن ما ساعدناش الحظ في اخر بطوله افريقيا، كذا محترف ما قدرش يجي لظروف خاصه. اصابه انس واسامه فرقت معانا كتير، يمكن من احسن لعيبه في مصر وافريقيا. بس الفتره الجايه ان شاء الله نتائج تكون احسن، وبدايه في شهر 2 تصفيات كاس العالم ان شاء الله نتائج تكون احسن. يمكن بعد البطوله العربيه اول تواصل حصل هم حسين الشحات وكهربا، كمان هم الاثنين كانوا متابعين البطوله العربيه من اولها لاخرها. بس وبداوا يتعلقوا باللعبه اكتر بعد البطوله دي، واتقابلنا بعديها ويعني بنتواصل من فتره لفتره وبنطمن على بعض ونسال على بعض بعد الماتشات وكده. وبس يعني الناس في النادي الاهلي في كل الرياضات، يعني ليا اصحاب في كل الرياضات، في الهاندبول طيار حميد المصري، في الفولي بعد، حتى هو دايما هم تمرين الفولي بعدينا، فدايما بشوف عبد الله وصلاح. فاحنا كل الرياضات اعتقد في النادي الاهلي قريبه من بعض، يعني تشجع بعض. لا هو الباب مش مقفول، بس يعني لسه في عقدي زي ما قلت 6 شهور، فان شاء الله بعد السيزون ما يخلص. احنا دلوقتي مركزين في السيزون، يمكن احنا في نص الدوري دلوقتي، فاكيد مش عايزين اي حاجه توقف التركيز اللي احنا فيه واللي بيحصل. فان شاء الله تبقى سنه كويسه وننافس على كل البطولات، وبعد السيزون ان شاء الله موضوع التفاوض بقى بتاع التجديد يبدا. هو موضوع يعني اكيد في كلام، بس هو موضوع رسميا متاجل لغايه اخر السنه. بس يمكن الجندي اقرب واحد ليا في النادي وفي الباسكت يعني عامه، فكان بالنسبه لي موضوع سهل جدا ان انا احاول اقنعه ان هو يجي النادي الاهلي، بالذات ان هو اصلا اهلاوي قوي يعني. وزي ما قلت مودي وكابتن احمد الجرحي وكابتن طارق الغنام ووقتها كابتن اشرف توفيق وابراهيم الجمال، يعني ناس كتيره قوي في الوقت ده كلموني. فالموضوع بيبقى سهل لما الناس بالذات كباتن الفريق وناس كبيره في الفرقه والنادي تكلمك ان انت يعني ترخط. احب اقول للجماهير اولا ان احنا عارفين الدوري غايب عن الاهلي بقاله فتره طويله، وان احنا كل اللي احنا عاملينه سيزون ده واخر سنتين كمان بالذات ان احنا مركزين في بطوله الدوري اكتر تركيز،
وعارفين هي دي غالية الجماهير ولينا طبعا. فهو موسم طويل، احنا هنلعب لغاية شهر 5، احنا لسه في شهر 12. ف يعني لو حصل اي دروبات ده عادي، ما فيش فرقة بتفضل كده، فرقة بتفضل تنزل وتطلع. بس اهم حاجة ان احنا لما وقت البلاي اوفز في الاخر ووقت الفاينلز ان احنا نبقى في اعلى مستوى، وان شاء الله يعني ده الهدف الاساسي، ويفضلوا ورانا واحنا ان شاء الله نحاول نفرحهم.